بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. النهاردة بالتأكيد بداية الأسبوع، وخلاص إحنا على أعتاب المشاركة التاريخية بإذن الله لمنتخبنا الوطني في كأس الأمم الإفريقية في الكوت ديفوار. يمكن على بركة الله منتخبنا هيسافر بإذن الله يوم الثلاثاء المقبل بعد أداء المباراة الودية غدا على استاد القاهرة الدولي أمام منتخب تنزانيا. مش عايز أقول زي النهاردة، ولكن السبت اللي جاي إن شاء الله هيكون لقاء الافتتاح لكأس الأمم الإفريقية، وفي اليوم التالي منتخبنا الوطني هيكون في بداية غمار المباريات الإفريقية أمام منتخب موزمبيق. المباراة إن شاء الله هتكون يوم الحد زي بكرة يوم 14 يناير الساعة 7 بتوقيت القاهرة. نتمنى يا رب التوفيق لمنتخبنا الوطني في مستهل مشواره وفي مباريات كأس الأمم في أبيجان خلال الفترة اللي جاية. حلقة النهاردة فيها كواليس وتفاصيل مهمة جدا، لأن النهاردة الكلام كله هيكون على منتخبنا الوطني، لأن لا حديث يعلو في السوشيال ميديا وفي كل المواقع والمنصات الإعلامية إلا على منتخبنا الوطني، خاصة أن اليوم كان في زيارة مهمة جدا من السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي. بالتأكيد زيارة مهمة جدا، تحفيز معنوي هام جدا، وكلمات يعني القلب للسيد الرئيس، وتعبير مهم جدا أيضا من الكابتن محمد صلاح كابتن وقائد منتخبنا الوطني قبل السفر إلى الكوت ديفوار يعني المشاركة في هذه البطولة الكبيرة اللي منتخبنا الوطني صاحب الرصيد الأعلى والأكبر من الحصول على كأس الأمم في الفترات والسنوات السابقة. حلقة فيها كواليس كتيرة، وهنستعرض موضوعات مهمة، خاصة أن النهاردة كمان اتحاد الكرة أعلن بشكل رسمي عن القائمة الدولية للحكام المصريين بعد اعتمادها رسميا من فيفا، والتي أعلنتها قبل 48 ساعة لتحديد الحكام الدوليين اللي هيحملوا الشارة الدولية في عام 2024. لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم، وعايز أعرف يعني إيه الرسالة اللي ممكن توجهوها للاعبي المنتخب الوطني قبل السفر لأمم إفريقيا في الكوت ديفوار. تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال وتوجهوا رسائلكم لكل لاعبي المنتخب والجهاز الفني من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من رسائلكم اللي بالتأكيد إن شاء الله هتكون رسائل إيجابية دعم ومساندة لنجوم منتخبنا الوطني في كأس الأمم في الكوت ديفوار. لكن نروح لأهم العناوين. البداية في ترند أفريقيا، الرئيس السيسي يزور تدريبات المنتخب، وكمان الرئيس يؤكد أن مصر تستحق المزيد من الألقاب، وأخيرا محمد صلاح يعد رئيس الجمهورية بالتتويج بأمم إفريقيا. تفاصيل أكتر ولكن بعد الفصل. طيب هنتكلم مع حضراتكم بالتأكيد على يعني مشوار منتخبنا الوطني في كأس الأمم الإفريقية، وأنا عارف بالتأكيد على مدار أسبوع الناس كلها هتبدأ تتكلم على الإحصائيات، منتخبنا فاز بكم مرة كأس الأمم، مين الهداف التاريخي لبطولات كأس الأمم، مين اللي صاحب الرصيد الأعلى من المشاركات في كأس الأمم الإفريقية، وكمان الكل هيبدأ يتكلم عن المنتخبات المرشحة للبطولة. قبل كل ده بالتأكيد نستعرض مع بعض جدول مباريات منتخبنا الوطني في كأس الأمم الإفريقية، عشان من النهاردة أنا عارف كل واحد هيبدأ بقى يكتب في الكشكول بتاعه ترتيب المباريات وجدول المباريات وإمتى تبدأ الماتشات. منتخبنا الوطني هيلعب في اليوم التالي للقاء الافتتاح يوم الأحد المقبل زي بكرة إن شاء الله 14 يناير. اللقاء هيكون مع منتخب موزمبيق الساعة 7 بتوقيت القاهرة. ده جدول مباريات منتخبنا الوطني في كأس الأمم الإفريقية. المباريات كلها على فكرة يا جماعة هتبقى الساعة 4:17، يعني في اليوم هيكون فيه 3 مباريات، لكن مباراة منتخبنا المباراة الأولى والجولة الأولى مع موزمبيق يوم الأحد 14 يناير الساعة 7. الجولة الثانية هتكون يوم 18 يناير يوم مع منتخب غانا، المباراة هتكون الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة. دي المباراة الثانية في الجولة الثانية من المجموعة الثانية. طيب نروح للمباراة الثالثة، نلعب مع كاب فيردي الرأس الأخضر يوم 22 يناير يوم الاثنين الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة. إذن ترتيب المباريات حد خميس اثنين، يعني أعتقد المعدل ما بين كل مباراة والتانية 4 أيام، وده معدل جيد جدا في التحضير لمباريات منتخبنا في ترتيب المجموعة. وأنا شايف الترتيب يعني ترتيب جيد جدا، أعتقد هيكون لروي فيتوريا والجهاز الفني المباراة الأولى مع موزمبيق، أعتقد دي أهم مباراة في البطولة. ليه؟ هي ضربة البداية،
لازم تكسب الثلاث نقاط عشان المنافسة، لأنك داخل مع منتخب غانا اللي بينافسك على الصدارة، والمباراة الثانية مع غانا بالتأكيد هتكون مباراة الصدارة، فلازم تعمل نتيجة جيدة في اللقاء الأول عشان تنافس على صدارة المجموعة. المنافسة على الصدارة مهمة عشان تفضل في أبيدجان، ما تنتقلش للمدن الأخرى سواء أماسوكر أو أموكو أو حتى سان بيدرو، لأن المدن بالتأكيد زي ما شرحت قبل كده فيها مشاكل في الإقامة والإعاشة. طيب نروح للهدافين، أو نروح قصدي لقائمة المنتخب. طيب نبدأ مع بعض بالهدافين، الهدافين اللي أحرزوا أكبر أهداف في كأس الأمم الإفريقية. البداية مع صامويل إيتو من الكاميرون، أحرز 18 هدف، 18 هدف. يليق في الترتيب الثاني من الكوت ديفوار بوكو لورنت 14 هدف، يليق رشيد ياكيني 13 هدف، ثم حسن الشاذلي المرحوم حسن الشاذلي 12 هدف، ثم ديدي دروكبا 11 هدف، والكابتن حسام حسن وباتريك كيمبوما 11 هدف. ده ترتيب الهدافين في كل مباريات كأس الأمم. طيب المشاركة التاريخية، منتخب مصر خد كأس الأمم الإفريقية 7 مرات، تليها الكاميرون 5 مرات، غانا 4 مرات، نيجيريا 3 مرات، وبالتالي منتخبنا الوطني صاحب الرصيد الأعلى من الحصول على كأس الأمم الإفريقية، والكوت ديفوار المستضيفة واخدة البطولة مرتين زيها زي الجزائر والكونغو الديمقراطية. دي مجموعة من الإحصائيات كده سريعة عن المشاركة التاريخية لمنتخبنا الوطني والرصيد الأعلى من الهدافين ومشاركات منتخبنا من ناحية الفوز بالبطولات. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لأن عندنا كلام مهم جدا على زيارة هامة جدا وتاريخية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي النهارده كان حريص على زيارة منتخبنا قبل السفر إلى الكوت ديفوار. النهارده كان في زيارة تاريخية لمنتخبنا الوطني، الزيارة من السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، لأنه بالتأكيد حريص كل الحرص على مساندة الأبطال الرياضيين في جميع الألعاب. يمكن على مدار السنوات الماضية كنا بنتابع دايما اهتمامات السيد الرئيس بقطاع الرياضة، وكنا بنشوف دايما أن السيد الرئيس كل اهتماماته بصناعة البطل وتوفير كل المقومات اللي تساعد الشباب المصري على تحقيق الإنجازات والانتصارات ورفع علم مصر في كافة المحافل القارية والدولية. وشفنا ده كان ليه أثر إيجابي على الأبطال اللي بيشاركوا في الأولمبياد أو حتى في الألعاب الفردية. الصورة اللي قدام حضراتكم دي، ده المدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، صرح رياضي على أعلى مستوى بمعايير الأولمبية والمعايير الدولية، مدينة أولمبية تقدر تستضيف ابتداء من النهاردة الألعاب الأولمبية. صورة تاريخية، مفيش دولة في القارة الإفريقية عندها منشآت بهذا الشكل. مصر بتستعد من دلوقتي أو منذ سنوات كمان، مش من النهاردة بس، وده كان دائما وأبدا السيد الرئيس في كل خطاباته الرسمية كان بيأكد عليها، إن مصر دولة كبيرة، مصر دولة رائدة في مجال الرياضة، تستحق أن تتواجد على منصات التتويج في كافة الألعاب. وبالتالي إن شاء الله في الفترة اللي جاية مصر عندها هدف كبير جدا إن تكون الدورة الأولمبية والألعاب الأولمبية بإذن الله إن شاء الله في مصر خلال السنوات اللي جاية. مصر كمان يمكن هتستضيف الفترة اللي جاية دورة الألعاب الإفريقية بعد سنوات، يمكن آخر دورة إفريقية كانت في أوائل التسعينات، لكن إن شاء الله مصر كمان جاهزة لاستضافة دورة الألعاب الإفريقية. الصورة اللي قدام حضراتكم هي صورة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيتفقد تدريبات المنتخب في استاد المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووجه كلمة مهمة جدا لنجوم منتخبنا الوطني والجهاز الفني، بالتأكيد في حضور أيضا دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. يمكن السيد الرئيس اطمأن على المنتخب الوطني اللي بيواصل تدريباته استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكوت ديفوار، والسيد الرئيس طالب المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الجماهير المصرية. في سياق الكلمة السيد الرئيس قال للاعبين إن كل لاعبي المنتخب هم شباب موهوبين، والموهبة مسؤولية، وبينكم 7 لاعبين محترفين في أوروبا، وهذا إن دل على شيء بيدل على إن عندنا إمكانيات كبيرة جدا لشبابنا إنهم بيقدروا يشاركوا ويتواجدوا في أكبر الدوريات الأوروبية في السنوات الأخيرة.
السيد الرئيس وجه كلمة كمان للاعبين والجهاز الفني وقال لهم فزنا بلقب البطولة 7 مرات من قبل، وأرى أن مصر تستحق أكثر من ذلك بكثير، لنتوج المزيد لنصل إلى 8 أو 9 أو 10 ألقاب. كلمة مهمة جدا من السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، وأعتقد يعني فيها مسؤولية كبيرة جدا على كل أفراد المنظومة، مش اللاعبين فقط ولا الجهاز الفني، على اتحاد الكرة، على الإعلام، على الجميع. لأن في النهاية السيد الرئيس في ختام الكلمة قال كلنا بنشتغل عشان نسعد الجماهير المصرية في كل مكان، عليكم مسؤولية كبيرة لإسعاد الجماهير المصرية. روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي لمنتخبنا الوطني وجه كلمة بالتأكيد للسيد الرئيس تعقيبا على هذه الزيارة الهامة والتاريخية، وقال روي فيتوريا وقال انطباع جيد لنا أن يتواجد الرئيس معنا، نشكر حضرتك على حديثك الجميل معنا، وواثق أننا كفريق ولاعبين سنبذل كل ما نمتلك لنصل لهدفنا ونسعد الجماهير المصرية. الكابتن محمد صلاح كابتن منتخبنا الوطني ونجم ليفربول وأحد يعني رموز الكرة المصرية وأهم لاعب في العالم في الفترة الحالية، قال للرئيس السيسي أوعد حضرتك أن اللاعبين سيبذلوا كل مجهودهم للفوز بأمم إفريقيا. البطولة الماضية عملنا ما علينا، المنتخب في البطولة الماضية وصل للمباراة النهائية، ولكن سوء التوفيق أكيد ما كانش مع منتخبنا، لأن المنتخب خسر أمام منتخب السنغال بركلات الجزاء الترجيحية. المنتخب وقتها عمل اللي عليه ولكن لم نحصد البطولة، نشكر حضرتك على الدعم والمساندة، وكذلك نوجه الشكر للوزارة واتحاد الكرة على مساندتهم للمنتخب وتوفير كل سبل الراحة والإمكانيات للمنتخب في الفترة القادمة. زي ما انتم شايفين يمكن الزيارة زيارة معنوية مهمة جدا وفيها دعم كبير جدا. انت النهاردة بتسافر وبتمثل المنتخب الوطني، واللي بيجي يزورك ويطمن عليك القيادة السياسية والسيد رئيس الجمهورية، والفكرة في حد ذاتها مش تقدير فقط لما تفوز بالبطولة، لا أنا معاك وبسندك وبحفزك من قبل ما تسافر، وبفكرك إنك مش بتمثل نفسك وبس، ده أنت بتمثل قطاع كبير جدا وعريض من الجماهير المصرية. وانتوا النهاردة لما بتتدربوا في الاستاد الجديد استاد المدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، دي رسالة مهمة جدا كمان لنجوم منتخبنا الوطني، إن كل الإمكانيات اللي ممكن توفر لكم كافة المجهودات عشان تحققوا كافة النجاحات تحت إيديكم وأمامكم وأمام أعينكم. هذا الاستاد مفيش استاد في القارة الإفريقية بهذا الشكل، وبني في زمن قياسي، احنا بنتكلم في كام سنة، عدد سنوات قليلة جدا جدا، مش استاد بس، مدينة أولمبية متكاملة. المنتخب مش بيتمرن بس على استاد المدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، ده كمان مقر الإقامة وفندق الإقامة داخل المدينة الأولمبية. اللاعب اللي رايح يمثل منتخب مصر وبيرتدي تي شيرت منتخب مصر وشايف جهود ومجهودات الدولة بكافة القطاعات وعلى رأس القيادة السياسية بالتأكيد السيد رئيس الجمهورية النهاردة معاك وبيوجه لك رسالة وبيقول لك كلنا معاك وفي ظهرك، كل اللي انت محتاجه احنا هنوفره، بس مطلوب منك حاجة واحدة بس، تبذل كل الجهد لإسعاد الجماهير المصرية. أعتقد الرسالة وصلت من السيد الرئيس، وإحنا دورنا الإعلامي بالتأكيد لازم نوجه الشكر للقيادة السياسية على كافة المجهودات التي تبذل في القطاع الرياضي في السنوات الأخيرة، من بنية تحتية، من مساندة لكافة المنتخبات الوطنية، توفير كل السبل لاتحاد الكرة وللاتحادات الأولمبية وللجنة الأولمبية المصرية. كل دي أكيد مجهودات يعني السيد الرئيس ووزارة الرياضة والحكومة والشعب المصري مستني فرحة بقى خلال الفترة اللي جاية. منتخبنا الوطني في 2017 وصل فاينل ولكن خسر أمام الكاميرون، هذا الجيل لم يوفق في 2019 لما استضفنا البطولة، والوقتها الكل كان زعلان وحزين، ولكن في 2021 بالكاميرون المنتخب أدى مباريات كبيرة وأقصى منتخبات عظيمة، وقدر منتخبنا يفرض كلمته، ولكن في المباراة النهائية كانت ركلات الجزاء للأسف لم تكن مع منتخبنا الوطني. أعتقد فرصة تاريخية
لهذا الجيل من اللاعبين بعد هذا الدعم الكبير من السيد الرئيس في السنوات السابقة واليوم. منتخبنا بإذن الله يحاول يعمل أي شيء في كأس الأمم، التوفيق بإذن الله من عند ربنا سبحانه وتعالى، ولكن بإذن الله منتخبنا يكون قادر على إسعاد الجميع يا رب بإذن الله يوم 11 فبراير لما منتخبنا الوطني يرجع من أبيجان، وبالتأكيد بالطبع هيكون السيد الرئيس على رأس مستقبلي منتخبنا الوطني يوم 11 فبراير والمنتخب عائد يا رب بإذن الله بكأس الأمم الإفريقية. طموحات وأمال، ولكن ليه لأ، كل المجهودات دي قدامنا صوت وصورة، فإن شاء الله بإذن الله ربنا يكلل كل هذه المجهودات بالنجاح في الأيام المقبلة. فاصل ثم نواصل. طيب عندنا موضوع تاني، وهو موضوع بالتأكيد له علاقة بالقائمة الدولية للحكام المصريين. بعد إعلان الفيفا للقائمة أول أمس، تم إعلان القائمة الدولية من لجنة الحكام في الفيفا، وكلنا شفنا أسماء الحكام الدوليين بشكل رسمي. يمكن اتحاد الكرة تأخر في الإعلان عن القائمة الدولية، والتأخير مش من النهاردة ولا من امبارح ولا أول امبارح، التأخير من شهر 10 اللي فات. يعني أنا أتذكر يوم 2 أكتوبر، أنا بقول لكم التاريخ بالظبط، يوم 2/10 كنت طلعت هنا في برنامج الترند واتكلمت بحضراتكم وقلت القائمة الدولية إيه اللي هيحصل فيها بالنسبة للحكام في عام 2024، ووجهت رسالة وقتها للجنة الحكام وقلت أتمنى يتم الإعلان عن القائمة الدولية قبل الفيفا ما يعلنها عشان نبقى عارفين لجنة الحكام اشتغلت إزاي على القائمة الدولية، دعمت مين، بعتت مين. وكان ليا أكتر من طلب وقتها، أنا فاكر الحلقات موجودة على اليوتيوب وكلكم فاكرين طبعا كل اللي اتقال في الملف ده، لأن الأيام الحمد لله أثبتت إن إحنا كان عندنا معلومات وقلنا كلام يعني المفروض كانت اللجنة تستفيد منه أو اتحاد الكرة يستفيد منه، استفادوا بجزء صغير ومركزوش مع الباقي، وللأسف يعني في مشاكل هتحصل الفترة الجاية في ملف القائمة الدولية هكلمكم عليه دلوقتي. ولكن أنا فاكر يوم 2 أكتوبر كنت كلمت الكابتن محمد فاروق وسألته على القائمة الدولية، وقال لي إحنا إدينا إشارة الفار لأحمد حسام طه مع محمود أبو الرجال بحيث يبقى عندنا اتنين مساعدين معاهم إشارة الملعب وإشارة الإيفار. طبعا لما تم الإعلان عن القائمة الدولية ما شفناش الكلام ده، تعرفش بقى الاتحاد بعت القائمة غلط، حط اسم أحمد حسام طه في قائمة الفار بترتيب غلط، المفروض كان يعني يتم وضع عنصر نسائي حكمة زي مثلا يارا في القائمة الدولية قبل أحمد حسام، ما تعرفش إيه اللي حصل. ما هو برضو إيه، غياب المعلومة للأسف بيخلي الناس تجتهد وبيخلينا إحنا نقعد نسأل ونجتهد كتير، والحمد لله إحنا لما نجتهد بتبقى كل اجتهاداتنا وأخبارنا صحيحة، ولكن ليه نجتهد؟ ليه ما تبقاش المعلومة واضحة وصريحة وسليمة؟ للأسف القائمة الدولية اللي أعلنتها الفيفا واللي أعلنها اتحاد الكرة النهاردة بعد ما الفيفا أعلنها ب 48 ساعة ما فيهاش جديد، ما فيهاش جديد، هي القائمة اللي كانت موجودة السنة اللي فاتت. وإن كان لما قلنا للاتحاد المصري وقلنا لجنة الحكام القائمة الحكام في عام 2024 محتاجين نعمل عليها تعديلات فنية، قدامكم على الشاشة دي الأسماء الحكام اللي هيمثلوا مصر في عام 2024، وإن كان يعني ما بيخرجش منهم غير 30-40% بس، يعني لو القائمة اللي قدامنا دي مثلا فيها 30 حكم ما بيطلعش منهم بره يصفر أو يبقى موجود حكم مساعد أو حكم فار أو صالات أو شاطئية إلا يعني من الـ30، بدي رقم تقريبي يعني، لو من الـ30 ما بيطلعش غير 10-12 والباقي كله بيبقى موجود في مصر ما بيطلعش. وطبعا احنا كناش عايزين كده، احنا كنا عايزين لجنة الحكام تشتغل بالكيف مش بالكم. هي الفكرة أنا مش بوزع كوتا طبقا للمناطق الجغرافية، عندي 7 حكام يبقى القاهرة، اسكندرية، الغربية، الدقهلية، المنصورة، أسوان، ما بتتوزعش كده. القائمة الدولية علم ليها معايير، ولازم اللجنة كانت تسأل وتشوف، يبقى في تواصل مع الناس في الفيفا مع الناس في الكاف، تعرف القائمة الدولية ايه المفروض يتعمل في معايير 2024 عشان المعايير دي هتساعد على وجود طاقم تحكيم مصري في كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية 2026. الخطأ اللي تم ارتكابه ان للأسف شارة الفار لا اديناها لأمين عمر ولا محمد معروف ولا محمد عادل، ودول الثلاث أسماء اللي أنا بتكلم عليهم من شهر 8 اللي فات وبقول يا جماعة التلاتة دول رايحين كأس أمم إفريقيا، التلاتة دول هيتم الاعتماد عليهم في كأس أمم إفريقيا، وبلاش تستبعد عادل وعاشور من القائمة وتقول أصل ما السن ودول 45 سنة، قلت الكلام ده اتلغى، ولو شلت عاشور ومحمد عادل من القائمة الدولية مصر هتفقد مقعدين في كأس الأمم، ولولا للناس سمعت الكلام وحطت عاشور وعادل المرة دي عندنا 7 وهم فرحانين وقالوا ده إنجاز ليهم، ما علينا ما عندناش مشكلة افرحوا بالإنجاز، ولكن احنا كان لينا دور إعلامي مهم جدا والحمد لله اتحقق مع مرور الوقت إن عندنا 7 حكام موجودين في كأس الأمم.
الحاجه الثانيه ودي بقى اللي ما اتنفذتش، انهم يا جماعه حطوا من الحكام دول حد يكون معاه شاره الملعب وشاره الفار عشان نضمن طاقم مصر بالكامل في كاس العالم. ده ما حصلش. ولما جبت تصنيف الحكام الافارقه في حلقات سابقه، وده عمل يعني مش عايز اقول لكم عمل رد فعل قوي جدا في الوسط التحكيمي في القاره الافريقيه. انا جات لي تليفونات من دول افريقيه من حكام ما كانوش متخيلين ان التصنيف معمول بالشكل ده. والحلقه الحمد لله يمكن كان ليها دور ايجابي مهم جدا في الايام اللي فاتت، دون الخوض في التفاصيل يعني. يعني في ناس اكيد سمعانا دلوقتي عارفه التفاصيل دي كانت اهميتها ازاي. ولكن لما تبص بقى في قائمه المحترفين، ودي الجزئيه اللي لسه ما اتكلمتش عليها وقتها لما اتكلمت على التصنيف، في حكام بنفس حكامنا في المباريات الكبرى وفي البطولات الكبرى. وتصنيف البروفيشنال تحديدا او حكام الاليت ايه اللي بينافسوا حكامنا، اتحاداتهم دعمتهم. يعني تبص على مصطفى غربان رقم واحد مع شاره الملعب وشاره الفار، الكيني بيتر اويري وكاماكو مع شاره الملعب وشاره الفار رغم ان كينيا ما بتطبقش الفار، تروح للاثيوبي بملكه سيما مع شاره الملعب وشاره الفار، دانيال لاريا الحكم الغاني اللي تصنيفه رقم 20 مع شاره الملعب وشاره الفار، امين عمر مع شاره الملعب بس. روح على حكام الاليت ايه، محمد معروف ومحمد عادل. طب مش هتكلم على معروف، معروف لسه صغير في السن 37 سنه فلسه قدامه الوقت، لكن محمد عادل 45 سنه، رضوان جيد المغربي 45 سنه، قارن بين الاثنين في قائمه التصنيف اللي الكاف اعتمدها واللي انا اتكلمت عليها في حلقات سابقه، هتلاقي محمد عادل قبل رضوان جيد. ولكن لما تبص على القائمه الدوليه هتلاقي الاتحاد المغربي ادى شاره الملعب وشاره الفار لرضوان جيد، محمد عادل مع شاره الملعب بس. الناس تقول لي طب ايه الفكره، يعني انت عايز تديله شاره الفار ليه؟ عشان كاس العالم. الفيفا لما هيختار حكام كاس العالم هيبقى المعيار الاساسي ليه لما يختار من الفيفا ليست فار، الفيفا ليست فار، ان الحكم اللي مع شاره الملعب وشاره الفار وتصنيفه اعلى هو اللي هيكون الاختيار ليه اولويه، هو الاختيار ليه هيكون اولويه. وهتشوفوا ده بعد كاس الامم في معسكر الحكام اللي هيتم ترشيحهم لكاس العالم 2026. فللاسف لجنه الحكام ما اشتغلتش بمعايير فنيه. تمام، دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، والنهارده انا اتفاجئت بصراحه بقى، الكابتن ابراهيم نور الدين اعلن اعتزاله بنهايه الموسم المحلي، يعني في شهر 6 او 7 الجاي لما الدوري يخلص الراجل اعتزل التحكيم. نتمنى له التوفيق في مشواره، سواء اشتغل في التحكيم بعد كده او اتجه لاي عمل اخر، كل التوفيق للكابتن ابراهيم نور الدين. الراجل اشتغل على مدار اكتر من حوالي 21 سنه، ليه ايجابيات عليه سلبيات، كل واحد بيخطئ وبيصيب، نتمنى له التوفيق. كتب النهارده وقال ايه بعد اعلان القائمه الدوليه؟ الحمد لله اعتماد القائمه الدوليه من الاتحاد المصري واحتفاظي للعام 11 بمقعدي وتشرفي بتمثيل مصر دوليا، وبعد استخاره الله سبحانه وتعالى قررت نهايه مشوار التحكيمي نهايه الموسم الحالي الذي بدا منذ عام 2002 لاتاحه الفرصه لزملائي الشباب لتمثيل مصر بدلا مني لاختيار بديل، مع تمنياتي للجميع بالتوفيق. شكرا جزيلا للاتحاد المصري والعربي والافريقي والدولي والاعلام والانديه واللاعبين والجمهور وكل من ساهم في صناعه اسم وتاريخ ابراهيم نور الدين، والله المستعان فيما هو قادم. خلاص انا مش هتكلم بقى على اللي فات، يعني الناس عارفه التاريخ كويس، لكن انا هتكلم على جزئيه مهمه جدا. كابتن ابراهيم، يعني انت من شهر 9 اللي فات عارف انك بره بطوله كاس الامم، لان اتعمل وقتها او تم الاعلان وقتها عن القائمه المبدئيه وهو كان بره القائمه المبدئيه. والكابتن ابراهيم نور الدين بقاله سنه ونص من ساعه مشكله مباراه الترجي مع بطل نيجيريا وتوقف بعدها، على مدار سنه ونص او داخلين في السنتين لم يدير الا مباراه واحده في البطولات الافريقيه ومباراه اخرى كان حكم رابع. طيب وانت واخد قرار انك هتعتزل، طب ما كنت اعتزلت، كنت اعتزلت قبل ارسال القائمه الدوليه عشان مصر تستفيد بمقعد في عام 2024. يعني ليه؟ يعني انت خدت الشاره الدوليه في 2024، اوكي احنا استفدنا ايه؟ يعني التحكيم المصري استفاد ايه؟ هو ليه كل واحد بيفكر في شخصه؟ يعني ليه كل واحد عايز يعمل تاريخ لشخصه؟ والتاريخ ده على فكره انا شايفه يعني ما فيش فيه حاجه ايجابيه. يعني يا كابتن ابراهيم انت بره الحكام المصنفين وبره الحكام المحترفين وبره الحكام الاليت ايه وبره الاليت بي، يعني الاليت بي ما فيهاش غير محمود ناجي وانت بره الاليت بي، بره الاختيارات خالص. واللجنه للاسف، اللجنه للاسف بتجامل، انا بقولها كده يعني واللجنه سامعاني، لجنه الحكام بتجامل، لجنه الحكام بتجامل، بتحط اسماء حكام ما بيدروش مباريات اصلا. يعني الافضل كنت تحط حكم صاعد
تستفيد بوجه جديد تدعمه عشان يدخل الإليت بي، يبقى حكم جديد عندك بعد الإليت إيه. لأن الاختيارات اللي تمت في كأس الأمم ده على فكرة جهد ناس كتيرة في الفترات السابقة، مش جهد اللجنة الحالية بس، ده ناس بتشتغل بقالها سنين، والحكام بيشتغلوا على نفسهم بقالهم كتير. واتنين من السبعة اللي رايحين كوت ديفوار أو سافروا كوت ديفوار خلاص امبارح كانوا هيطلعوا بره القايمة وما كانوش هيسافروا كأس الأمم. يعني بالتالي كل واحد واجتهاده الشخصي، لكن كابتن إبراهيم نور الدين اعتزل وواخد قرار بالاعتزال، وفي شهر 6 ولا 7 الجاي أنت خلاص رميت الصفارة ومش هتحكم تاني. طب ما كنت اعتزل قبل ما يتم إرسال القايمة الدولية عشان نستفيد بوجه جديد. لأن كابتن إبراهيم على فكرة في مارس اللي جاي لسه هيتم 45 سنة. يعني هو لسه قدامه كذا سنة لو عايز يكمل. يعني هو ما فيش عمر معين. بدليل إن محمد عادل أكبر منه مكمل. رضوان جيد أكبر منه مكمل. في حكام أكبر من كابتن إبراهيم نور الدين مكملين. محمود عاشور 47 سنة ومكمل. ولكن أنا فوجئت باعتزال إبراهيم نور الدين النهاردة. يعني أنت أضعت على مصر مقعد في القايمة الدولية بكل سهولة دون أي رؤية من لجنة الحكام، دون أي تخطيط من اتحاد الكرة. إيه الفكرة لو كنا دخلنا وجه جديد في القايمة الدولية بعد اعتزال إبراهيم نور الدين؟ هل الكابتن إبراهيم ده لجنة الحكام؟ ولجنة الحكام قالت له لأ هنكمل معاك وتبقى في الشهر 2024؟ مش عارف. هل هو اتخذ القرار لما لقى نفسه بره كل حاجة في بداية عام 2024؟ أكيد صعب، لأنه حكم دولي كبير أكيد عنده علاقات وعنده اتصالات بيبقى عارف كل حاجة. هل استنى لغاية لما شاف التصنيف لما أعلناه وعلى أساس ذلك قال لك أنا خلاص كده بره كل حاجة فأعلن اعتزالي؟ أنا شايف اعتزال إبراهيم نور الدين معناه حاجة واحدة بس، مفيش رؤية، مفيش تخطيط، الأمور كلها شغالة سمك لبن تمر هندي من اتحاد الكورة ومن لجنة الحكام في الملف ده اللي للأسف أثره هيبقى في السنوات اللي جاية. دي صورة جماعية، أنا مش عارف يمكن دي لجنة الحكام السابقة على فكرة. أنا كنت فاكر إن لجنة الحكام هتاخد صورة مع الأطقم اللي مسافر أو الطواقم الحكام اللي مسافرين كوت ديفوار، ولكن للأسف أنا افتكرتها الصورة يعني دي طلعت للأسف يعني صورة تانية من لجنة سابقة. عموما الحكام سافروا، نتمنى لهم التوفيق، كل الدعم للتحكيم المصري في الفترة اللي جاية. طيب دي أبرز الأخبار والموضوعات اللي كانت معايا النهاردة والكواليس دايما اللي إحنا بنحاول ننفرد بيها في برنامج الترند. اللي كتب بقى في السوشيال ميديا واللي اتكتب عن النادي الاهلي وعلى منتخبنا الوطني نطلع نشوف كل ده في اخر اخبار الترند. اهلا بحضراتكم من جديد واخر اخبار الترند، والبدايه هتكون مع ترند الاهلي. البدايه معايا في ترند الاهلي النهارده من حساب يلا كوره، وهتلاقوا اخبار في الساعات اللي جايه على صفقه مهاجم اجنبي قد ينضم للاهلي في الساعات القليله المقبله. وفقا لاحدى الصحف السويديه قالت ان الاهلي انهى اتفاقه مع نادي سيريس السويدي بشأن صفقة التعاقد مع المهاجم وسام أبو علي مقابل 2 مليون أورو تقريبا. يمكن الخبر ده النهاردة نازل في صحيفة سويدية ويلا كورة نقل الخبر عن هذه الصحيفة، وقالوا أن اللاعب سوف يسافر إلى مصر لإجراء الفحوصات الطبية يوم الأحد أو الاثنين المقبل، يعني بكرة أو بعده بالكثير. صفقة انتقال وسام للأهلي ستكون أعلى صفقة بيع في تاريخ النادي السويدي، ليحطم الرقم السابق المسجل باسم الغاني كينجسلي سارفو عند انضمامه لصفوف مالومو الذي رحل مقابل 13 مليون كورونا سويدي، طبعا العملة السويدية اللي هي الكورونا، ولكن ده فيما يعادل 1,200,000 يورو. عموما احنا دايما ما ينفعش نجتهد او ناخد خبر من صحيفة او موقع الا لما يكون خبر رسمي. في الساعات اللي جاية النادي الاهلي بيبذل مجهودات كبيره جدا لحسم ملفات كتيره جدا، اهمها ملف التعاقدات في انتقالات يناير. لان كولر لما يبدا تدريباته مع الاهلي يوم 11 يناير من اهم طلباته ان الاجزاء او الامور اللي محتاج يدعم فيها في بعض المراكز تكون موجوده معاه في التدريبات ابتداء من يوم 11 يناير. فبالتالي في شغل كبير جدا بيحصل في الساعات اللي جايه. وقت ما يكون في خبر رسمي اكيد قناه الاهلي هتكون هي أول من تعلن هذا الخبر الرسمي مع الموقع الرسمي والصفحة الرسمية للنادي الأهلي. ولكن كولر بالفعل يمكن من أهم طلباته أن الأمور دي تنجز بشكل كبير جدا قبل أول تدريب عشان يكون معاه على الأقل الصفقات الجديدة عنده مساحة وقت يقدر يشتغل معاها قبل مباراتين إفريقيا اللي هيكونوا بعد كأس الأمم، شباب بلوزداد في الجزائر وميديام الغاني في كوماسي. طيب نروح لحساب كورة بلس وبيأكدوا كمان وبيقولوا أن الأهلي يقترب من ضم وسام أبو علي وثلاث أقساط تحسم الصفقة. وبيقولوا إن الكلام هنا إن في اتفاق يعني إن الأهلي يدفع الرقم اللي هو هنا بقى بيتكلموا على 1,700,000 دولار
يدفع على 3 دفعات. عموما يعني التفاصيل الماليه والتفاصيل دي كلها ما بتعلنش الا لما بيكون في حاجه رسميه من النادي الاهلي. طب اليوم السابع النهارده بيقول ان الاهلي يكشف حقيقه عروض احتراف امام عاشور قبل الظهور في امم افريقيا. مصدر في الاهلي قال اليوم السابع فكره عروض الاحتراف اللي جت امام عاشور، قالوا ما فيش اي عروض رسميه وصلت للاهلي، لم تصلنا اي عروض، ولو في اي عروض هيتم دراستها واتخاذ راي الجهاز الفني. يا جماعه اصبروا شويه، المنتخب رايح كاس امم، اكيد يعني اكيد اي نادي عايز يضم لاعب هيستنى عليه ويتفرج عليه في كاس الامم. بعد كاس الامم لما ربنا يكرمنا ونعمل بطوله كبيره كل واحد يكتب ساعتها اللي هو عايزه، لان العروض كلها بتبقى كتير. هي اي نعم ما بتحصلش الا في لاعب ولا اتنين، وانا شفت ده من 2006. يعني اول بطوله امم اشتغلت عليها كانت 2004 في تونس، و2006 في مصر، و2008 في غانا. وقتها كان مثلا منتخبنا يعمل مباريات كبيره ويكسب البطوله في 2006 و8 و10، وترجع من البطوله يقول لك ايه 12 عرض احتراف ل 12 لاعب في منتخبنا الوطني. في النهايه بعد البطوله تلاقي لاعب او اتنين بس اللي جاله عروض احتراف. فلسه بدري على المسائل دي، وامام عاشور على فكره مكمل مع النادي الاهلي على الاقل يعني سنه وسنتين وثلاثه، لسه بدري على هذه الموضوعات. طيب الوطن سبورت بيتكلموا على ان اتحاد جده يكشف مفاجاه جديده بشان محمد الشناوي. كل الاخبار اللي نازله في المواقع على عروض للاعبي النادي الاهلي. طيب مصدر داخل اتحاد جده كشف عن مفاجاه بشان الشناوي بعد ما ترددت انباء عن نيه النادي السعودي في تقديم عرض لضمه في انتقالات يناير. اتحاد جده قال ايه والوطن نقل ده؟ بالفعل النادي يفكر في التعاقد مع حارس جديد، خاصه ان البرازيلي جروهي سيرحل بشكل رسمي خلال الايام المقبله، ولكن لا تفكير في محمد الشناوي بالوقت الحالي، لاننا نفكر في حارس اوروبي رفقه عبد الله المعيوف. ده رد رسمي من اتحاد جده. اتمنى المواقع بقى والسوشيال ميديا في مصر تاخد بالها من هذا التصريح. سبورت 360 مصريه في مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات حسين الشحات ينضم للنادي الاهلي. يعني حسين الشحات انضم للنادي الاهلي في انتقالات يناير يوم 6 يناير 2019. كان ساعتها جاي من العين الاماراتي بصفقه قويه جدا. لعب مع الاهلي 204 مباراه. احرز 51 هدف في ال 204 مباراه. عمل 44 اسيست. فاز مع الاهلي ب 14 لقب. وابرزهم 3 برونزيات في مونديال الانديه. مسيره مميزه لنينجا المارد الاحمر. انتوا عارفين بتتكلموا على 51 هدف و44 اسيست، يعني هنتكلم على 95 هدف لحسين الشحات مع الاهلي في 204 مباراه. رقم كبير جدا ومهم جدا، ومع ذلك حسين الشحات مش في قائمه منتخبنا الوطن. طيب نروح بقى للترند المحلي. واي بي ال وورلد بتتكلم على رقم مهم جدا لمحمد النني قائد منتخبنا الوطني ولاعب نادي ارسنال. قالوا ان النني خاض مع منتخب مصر 97 مباراه دوليه، تفصله 3 مباريات فقط على معادله رقم الاسطوره الكابتن محمود الخطيب. يعني نتمنى يا رب الفتره اللي جايه يكون عندنا اكتر من لاعب عنده 100 مباراه و150 مباراه دوليه. طبعا يمكن اكتر لاعب عميد لاعبي مصر في المشاركات وعدد المباريات الدوليه احمد حسن، هو اكتر لاعب، يليه على طول حسام حسن، ولكن لسه صلاح والنني بعيدين شويه، ولكن النني عنده 3 ماتشات لو لعبهم في كاس الامم هيعادل رقم الكابتن محمود الخطيب وهو 100 مباراه دوليه. نروح ليه حساب في الجول. والنهارده كانت فيه مباراه وديه ما بين تونس وموريتانيا قبل سفر تونس لكاس الامم. يعني المباراه اتاجل ميعادها شويه، هتتلعب 8:30 بتوقيت القاهره بدلا من 7:30. سبب التاجيل ان طائره موريتانيا اتاخرت شويه على ما توصل لتونس، وبالتالي المباراه النهارده اللي هتتلعب على ملعب حماد العقربي بيرادس هتتلعب الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة بدلا من 7:30. قائد منتخب تونس الكابتن علي معلول. وفي مفارقة مهمة جدا في كأس الأمم. 4 منتخبات في كأس الأمم بيدعمهم لاعبي النادي الأهلي. منتخب مصر 7 لعيبة، تونس معاها علي معلول، مالي معاها أليو ديانج، جنوب إفريقيا معاها بيرسي تاو. أكتر الأندية مساهمة بعدد لاعبين في البطولة فريق سان داونز 11 لاعب، النادي الأهلي 10 لاعبين، ولكن الأهلي يعتبر النادي رقم واحد اللي بيساهم في أكتر من منتخب. 4 منتخبات في كأس الأمم الإفريقية، مصر، تونس، مالي، جنوب إفريقيا. ومن حسن حظنا اللي احنا هنتفرج على تونس ومالي وجنوب إفريقيا في مجموعة واحدة، يعني في مجموعة هتبقى محط اهتمام جماهير النادي الأهلي بشكل خاص، وهي المجموعة الستة، المجموعة الأخيرة اللي فيها تونس ومالي وجنوب إفريقيا. فهنلاقي مواجهات ما بين علي معلول وبيرسي تاو،
بيرسي تاو وأليو ديانج، أليو ديانج وعلي معلول وبيرسي تاو وعلي معلول، فهتبقى مواجهات قوية جدا والتلاتة أساسيين في منتخبات بلادهم. نروح للترند العالمي وكورة بلس النهاردة في تصريح من دييغو جوتا لاعب نادي ليفربول واللي بيقول على محمد صلاح أن وجوده يكفي لإرباك المنافسين. نعلم مدى التهديد الذي يشكله على مرمى المنافسين طالما كان في الملعب. ده تصريح مهم جدا من جوتا على محمد صلاح. يورجن كلوب على فكرة كمان برضو كان صرح امبارح وقدامكم هو التصريح، يعني كلوب نفسه بالتأكيد مصر تخرج بدري لأن صلاح مهم جدا لفريق ليفربول، ورجوعه لفريق ليفربول بدري هيبقى مهم. عنده مباراة مع أرسنال بكرة هيلعبها بدون صلاح، فهيبقى تأثيرها كبير جدا عليه، ما عندوش النجم رقم واحد في الفرقة. ولكن في إيه بقى الورلد، ماذا قلت لأندو وصلاح قبل رحيلهما؟ كلوب بيقول سأكون كاذبا إذا قلت لك أنني تمنيت لهما حظا سعيدا، أخبرتهما أنني أتمنى إقصاؤهما من دور المجموعات، أمزح بالتأكيد، لا أمانع تتوجهم بالبطولة مع منتخباتهم، أتمنى لهم التوفيق. طبعا هو عنده مشكلة كبيرة جدا في الدوري وفي المباريات اللي جاية في ظل غياب محمد صلاح. طيب الرسالة اللي طلبناها من جماهيرنا اللي توجهها للاعيبة والجهاز قبل السفر إن شاء الله يوم الثلاثاء. أحمد خالد بيقول كل التوفيق للمنتخب المصري الوطني إن شاء الله يرجعوا بالبطولة، وكل لاعب بيعمل اللي عليه وربنا يوفقنا بإذن الله. سامح بيقول أبطال ونجوم مصر أمامكم مشوار صعب يحتاج إلى مجموعة من الرجال المقاتلين، كونوا على قلب رجل واحد والعبوا العبوا لاسم مصر وصناعة تاريخ لكم، وتحية البطولة التامنة لمصر والغائبة منذ 14 سنة. أحمد خالد بيقول بالتوفيق إن شاء الله لرجالة مصر. تعليق تاني سريع، هبة افتكروا الشعب المصري، افتكروا كم مليون نفسهم في فرحة من القلب بمنتخب بلادهم، افتكروا أن التاريخ لن يغفر لهذا الجيل بكل إمكانياته عدم تحقيق كأس أمم أفريقيا، حطوا اسم مصر أمامكم واوعوا تنسوها. رسالة مهمة جدا وأعتقد رسالة إيجابية لنجوم منتخبنا الوطني. في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى اللقاء في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.